مكملين معكم بفقراتنا لليوم في دنيا دنيا. زي ما انتم شايفين رح نعمل اليوم قطعه مميزه جدا. كل اللي بتعلمها هلا خلال الفقره اتوقع رح يكون في بيته تحفه مش موجوده بمكان ثاني اكيد، مع فرح النواي. صباح الخير. صباح الورد. اهلا. تمام. متالقه دائما حبيبتي. كل مره بلوك جديد. تسلم يا رب حبيبتي. ايش رح نعمل؟ زي هاي بالضبط بس بالوان ثانيه. بالضبط. هلا هي هاي تقريبا بتقدر تحكي عنها شمعدان. ممكن انك تحطيها على طاوله السفره على العشاء، او ممكن انه على طاوله الصالون كمان بتكون كثير حلوه. بتعمليها حسب الالوان الشجره عندك. برضه ممكن تعمليها مش شرط للكريسماس، لاي مناسبه ثانيه، وتزينيها بالالوان اللي انت بتحبيها. كثير حلوه، تفاصيلها رائعه جدا. وانا هون عاملتها من الجهتين، يعني عرفتي عشان تكون بجنن. من الجهتين مبينه. هذا هيك الشمع اصلا؟ بلا هو بجنن. هيك كثير حلو الالوان برضه. برافو حبيبتي. تمام. بس هلا بدنا نعملها بزهره الكريسماس عشان تكون مناسبه للاجواء، مناسبه للمناسبه. بالضبط، مناسبة للمناسبة. هلا أي صحن عندك بالبيت، مربع أو مستطيل أو مدور بيزبط. تمام. رح أستعمل أنا الإسفنجة اللي بيستعملوها بالورد. بس بدي أثبتها بالصحن. إذا بدك مساعدة أنا جاهزة. يعني هو دائما فرح انت ما بتعتمدي انه هيك بالضبط تطلع، صح؟ لا. انه باللحظه بالضبط. ايش التنسيقه اللي بتطلع بيكون معنا. بيطلع معك اكثر من شكل. انا بهاي الشغلات مش كثير شاطره لازم اعترف، يعني ما بعرفش انسق قطعه. لا يعني هي شوفي اشياء بتطلع معك هيك تلقائيا، مش انه انت بتكوني عارفه ايش بدك تعملي. بس الزيت ما عم بتبين معي. ما في مشكله، بدك تكوني مثبتة. أنا شاطرة بهالقصة لأني بعاني فيها بالبيت. نثبتها. هلا أنت بتقدري تختاري أي أحجام شمع عندك أو أي ألوان. بحسب الألوان الموجودة عندك. هاي. تمام. يسلموا هالإيدين. تمام. نزيد شوي. بالضبط هيك. بس تنتين. بس هيك تنتين عشان حتكون اذا بتكون اللاصق عريض حيكون صعب علي اني استعمل الورد فيها. اوكي. هلا رح ادخل بلا فرح ادخل هلا الورد بطريقه عشوائيه فيها. من الاربع جهات. هلا انت بتقدري تزينيها يا اما من الاربع جهات او من الجهه الاماميه اذا كانت عندك على طاوله جنب مثلا. صح. مش انه بالوسط. صح. بعدين هدول سهل نلاقيهم لما بالضبط مثلا بيجينا هدايا شوكليت. بالضبط بيكون فيها بتصير فاضيه بنقدر نعبيها. هلا احنا اي فراغ عندنا بدنا نعبيه باي برضه اي شيء موجود عندك بالبيت. من زينه الشجره ممكن انك تحطي. فبيعطي شكل كثير حلو. وزي ما حكيت لك مش شرط بطريقه معينه انك ترتبي العروق، زي ما بتحبي بيكون الشكل حلو. وبرضو انت عشانك قدمتي لنا واحده بالوان ذهبي والمشمشي مثلا، الوان كثير حلوه. اللي ما بده الاحمر والذهبي يعني. بالزبط. هاي برضو قطعه ممكن نتعلمها. بالزبط. على الهواء كثير حلو. يعني هاي ممكن مش للكريسماس تكون. تحفة تضلها في بالضبط البيت. تكون دائما موجودة عندك. ممكن انت تغيري فيها كل فترة، يعني تغيري الألوان اللي فيها. صح. فبتكون بعدين صراحة حلوة. فرح هيك اشي لما نشتريه جاهز من المحلات قديه بيكون غالي. صراحة احنا ما بيكون مكلفنا شيء. صراحة إشي. ما بيكون مكلف شيء، فانت ممكن من أبسط شيء عندك بتستمتعي أكثر دائما. بلا بتحسي انه بيطلع معك شيء حلو. يعني بطريقة عشوائية بيطلع معك شيء كثير حلو.
يا عيني. على فكرة هاي هدية إلك. جد؟ عن جد. أحسنك. هاي أنا نسقتها، يعني أي حدا رح يزورني أنا عملتها. طبعاً أنا جبت ماما زينتني البيت، بدي أكون صريحة على الهواء، لأنه مش كتير شاطرة بالتزيين، بعمل الشجرة وبوقف خلص. عن جد. خلص معناته بعطيكي دورة. بدي دورة طولة بال. إذا عندك دورة صراحة طولة بدها بال. طولة بال الشغلة. هلا بدي ألف أشوف إيش في فراغات عندي أعبيها. برافو فرح، توصيلي فيها إذا هيك. طبعاً. يعني أي فراغ عندك أنت بتعبيه، ممكن كمان تضيفي لها طابات، بتكون كتير حلوة بالطابات. يا عم بفكر هلا وين بدي أحطها، فرحتيني. شكراً. وهي لميس. خلص لميس. بعرفش إذا أطلق بالبق لبيت ميس. كتير حلو، تنفع سفرة بالطاولة القعدة. فأنت بتعبي فيها يعني فراغ كبير عندك بالطاولة، وحلو على طاولة العشاء. صح، تكون الشموع مضوية دائما على الشمع بالضبط، فبتكون كتير حلوة. هلأ ممكن تدخلي كمان عروق طويلة معها. عيني عليكي. وهيك صارت جاهزة. يسلموا. إن شاء الله تكون عجبتك. كثير حبيبتي. كثير كثير حلوة عن جد. يسلموا. حبيبتي. حتى لو ما بدك تعطينا هدية عن جد حلوة. لا عن جد هي إلك. فرح كلك ذوق. حبيبتي. وزي ما حكينا إنه بتيجينا كثير هدايا، فبنقدر نستغل كل الأشياء. بالضبط. حلو يكون مدور مربع، يعني بأي شكل عندك. صح. بيكون كثير حلو. واللي ما بده يعمل مثلا خصوصا لعيد المجيد ممكن يعمل زي بالزبط. هاي القطعة اللي شفناها أول شيء اللي هي باللون المشمشي. عن جد أبدعت. حبيبتي. شكرا. أهلا. نرجع بنشوفك أكيد.